ومنور. عكلي ومنور. كانت بين عكلي ومنور صداقة كبيرة. صحبة متينة ربطتهم. حد ما يدس على أخوه. واحد منهم ما يدير شي بلا ما يشاور لأخوه. كانت بين عكلي ومنور مودة قلبية صافية. ما قدر الغير الشيطان بيناتهم ويخلوها. يتناقشوا ويتناقدوا صح. ولكن عمرهم ولا يتنايف. كانت بين عكلي ومنور صداقة كبيرة. عكلي رحمه الله توفى هادو 10 سنين فاته ورغم هذا يعني مشد الموت باقي رابطهم على قحية. كانت بين عكلي ومنور ذمة معاهدة. هذه الذمة هي اللي زادت المحبة دفعة وهي اللي حتى اليوم بيناتهم عاكدة. عكلي ومنور خدموا جربوا طويل مع بعض. صحيح. كل واحد بدا من خومه فوائد كثيرة. إيه؟ كانوا زوجهم خدامين في ثانوية. عكلي طباخ ومنور بواب. تعرفوا في الخدمة شهور قليلة من بعد الاستقلال. تصادقوا وتحبوا حين ما تعرفوا في الأسابيع الأولى. صحيح. قلنا يا سيدي عكلي توفى لكن بالنسبة للمنور ما زال صديقه يفيد ولو بصفة غير مباشرة. بالنسبة للمنور ما زال صديقه معاه في الثانوية. كان المرحوم عكلي الطويل القامة والسمين الشوية الشغمة مبرومة والصوت عالي في النغمة. كانت يا سيدي تخرج الكلمة مفهومة صافية موزونة ما نفى ما كمسى. المنور تصير وصغير على عكلي بعشر سنين وكبر في البادية. إنعام كبر في البادية ومازال سبحان الله مازال محافظ على القيم اللي في صغره شربها. كانت بين عكلي ومنور صداقة كبيرة. في سهرة من السهرات قصروا مع بعض كما في عادتهم على مدرستهم وعلى مشاكلها. عن الاباء اللي ما حبوش يتنظموا ويديروا جمعيه. عن وكيل المصروف اللي ضرب ضبطهم على الجزار واصحاب البيع بالجمله. قصروا في ديك السهره. عن الادوات المدرسيه قصروا ما قصروا. عن المشاكل وعن الحلول. وبعد ما اكدوا باللي لازم الدوله تقوم في مجال التكوين بدورها اتنهتوا مع بعض متأسفين باش يختموا المناقشة. هاي نعطني وكان صاحبه. نبتت في مخي فكرة في صالح المدرسة. نخليها تخمر في راسي هاد الليلة وغدوة نديرو جلسة ثقافية ونتكلموا عليها. يا صاحب الله راني تعبان من الكيبي هاد الليلة غالب شربان شوية. دير حسبة يا والك يا حبيبي. جاوب المنور ناضوا رابق صديقو وصلوا للعتبة. الغد من ذاك عقلي ومنور جمعوا كما هو محدد. اعلن الفكرة اللي بايدة تخمر مولاها كان صاحبه. نهدي جسدي يعني هيكلي العظمي للثانوية ونديرك انت المتوكل في تنفيذ القضية. أنا يا حافظ يا ستار يا شديد العقاب يا وحيد القهار. واش انتهك هذه الفكرة يا ولد ما واش انتهك يا شد الشرب ونوصل يعاكلي اخويا شف. تهدي هيك العظمي اللي تركب عليه الثانوية هادو 20 سنة وانا محبه وعمري ما طنيته يخرج لي بهذا الخرجة. يدي هينك شي حاجة هنا في المدرسة قول يا سيدي راني هنا مطرق لي الزدر هنا في يدي. ويدخوك مازال خفيفة صاحبي. شكون اللي غتبقى حاط حتى اثبت حد سيفري سبوني اسمي شكونية. نفهمك قالك لي ما بقاليش بزاف ونموت. فهمني اجلي قرب على ما قالوا لي في المستشفى. ايه كبتي من الخمر بدات تتفزر وتتفتت بشوية. تتفتت بشوية؟ نعم. هذاك كيما يقولوا ناس بكري هذاك غير الواش يدير هكا يا عكي اخويا. يا نوبل لا يا منور من غيرك ما راني مخبر حد في القضية. فكرت وقلت بعد ما نموت بعامين ولا ثلاثة تجبدوا عظامي من تحت الأرض وتصوبوهم يعني تركبوا بهم هيكل عظمي يبقى مثل الثانوية يستعملوه للدروس في العلوم الطبيعية مادام مدرستنا فقيرة من ناحية الأدوات البيداغوجية. يستفادوا به ولادنا أحسن من اللي نستوردوا واحد من فرنسا. يا حافظ العقايد يا حافظ العقايد متفول على روحك بالموت وتابي بركات الله راك مشهد على طول صباني صحبي عنوض اخويا. اجلي يا منور اجلي راني نشوف فيه طل
وحاب نزيد نفيد هاد الثانوية اللي خدمناها. إيه؟ نفيد في التعليم. إيه؟ نفيد في تكوين الشبيبة يا منور. يا عافي خويا الوطنية تاعك خارقة العادة. هاد الوطنية تاعك راك وصلتها العظمة صاحبي. واش تاكل هاد الشيء هاد الحد؟ راك حابنا نخرجوك من قبرك ونعاودوا لك البنية ولا كيفاه؟ راك حابنا نوقفوك مثل الشبع داخل المدرسة ولا كيفاه؟ إي راني فهمتك. هاد الكتب اللي راك تقراهم على السياسة والفلسفة هما اللي غدروك والله هما اللي غدروك. استغفر استغفر ورجع مولا كان اخوك ولا روح ضرب قريعه ولا زوج ربما تمحيل بك الشيطان يا مولاك. طالعك لي خممت طويل في الموضوع ودرست الجوانب كلها. لي دار شرك ما تشهدش صاحبي ما تشهدش. ربما يسلط علينا ربي زلزله في هذه الليله. ربما ثانويه تتردم وكنا نموتوا وما تبقى غير انت واقف هنا وربي من يجيك صباح. ثانويه اخرى تستفاد من عظامي وتصبح هي الوارثه. الموت على كل انسان يا منور. إيه؟ كاين اللي يستناها تهدف عليه صدفة وكاين اللي متحضر لها قضية اختيار. اعجب اعجب والله لا اعجب. عود ما تخلي عظامك في لحظة القبر مسطورين في لحظة تلقاها تتبرع بهم وما عرفوك منك يا كعظامي وانا ملهم قال عقلي. ايه والقانون في بلادنا ياك يحمي ملكية الخاصة. اعظامك 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 الناس الناس تخليوها للكنوز والقصور وانا تخليني العظام صاحبي. انا شاجر فيهم. شاف مليح في صاحبي شافه مصمم في رايو زاد قال لي شوف عاكلي خويا شوف خليني نريح هذه الليله بعد ما تروح لي هذه الدهشه وغدوه سيدي لكنا من حيين رانا ندرسوا عليك في الهميه. هيا روح اخويا روح تريح ومن جهتك زيد عمك في التفكير. انا اخو في المستقبل يا عاكلي خويا اما نعافرك ما نضرب لك على الكتف هاو مادام ناوي تسمع بالكد ولا سيد نخلو لك سرسور الظهر مسقم الى تضعف الهديه. روح اخويا روح. كانت بين عكلي ومنور موده حلوه اهتموا مع بعض كثير بالقضيه وتحكوا في السر طويل عن الهديه كل لا يدرسوا جانبنا المهمه درسوا الجانب العلمي كيف تتركب العظام في الجانب الفلسفي قالوا ديننا الحنيف يدعي للعلم والتضحية في الجانب القانوني درسوا في الكتب وفلاوا الدستور ما صابوا حتى مادات في العملية زاد قوى التفاهم بين عكلي ومنور حول المهمة. اكتب عكلي رسالة رسمية وقال لصديقة هات سبعك هات صبعية ابعت لهم صبعك ولا كرعك ولا بيفكسك انا لا نعطيك صبعي يا خويا. يا ودي هات صبعك ما تخافش امضي معايا في الرساله امضي هنا هاك ولا امضي هاي 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 تبعني هيا روح ما دوم من بعد يسلو باش يحقوا الامنيه وعندهم ما سمعوا في المسافه قصدوا اصحاب المراتب المعنيه وعندهم ما سمعوا في المشقه يلي قال لهم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ثم بعد الصليب الأحمر الدولي هو اللي عنده خبرة وقادر يفصلكم هذه القضية واللي قال لهم مشروعكم هذا راه يفكر في الفراعنة يا بلادنا راها قضية طريب أخرى قدموا لنا مشروع اجتماعي يفيد البلاد سيدوا فكروا المشاكل في الميدان الاجتماعي راها منها وعليها راكم غاطين في العنوان اسير ولا باغي تخلقونا نزاع مع قسم المتاحف ولا اشتري واني قال لهم عظم الله اجركم واجر الجميع اسير يا خويا استنوا حتى يكونوا وزاره خاصه بهذه الشؤون ومن بعد قسطوا لكم على زاد من وراكم راحين اخويا وين واني قال لهم جيستمون رانا جايبين من الهند هذا اللبس بيه من الهيكل الهند بلاد صديق وفي طريق النمو كيفنا وزيد بالزيادة الهيكل هادو عظمية في نفس الوقت حية تتمشوا والله لا تتمشوا واني قال لهم يا خويا البروبليم تاعكم الى تري ديليكا هلا هلا شوف غادي ندير فيكم زيها بارك الله فيك شوف بعد ما يموت السيد انا وتدفنوه دبرونا على زوج شهود سهل بس غيكونوا موتى ها باش يمضوا وياكدوا لنا بلي الروح طلعت لمولاها ومن بعد شي سهله سيدي شي سهل روح شوف
منهم. أو 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 الناس الأخرين تدولهم من الحومات. ها الشحومات. أنا جيبوني الأعضاء من كدت. قاعد داروا طلوبينات. قاعد داروا بينات. قد غير أنا. أكني ومنور حرصوا على القضية وما فشلوش، وفي النهاية نجحوا المعنيين بالأمر قبلوا بالهدية وردوا رسميا على الطلب في آخر الوثيقة: شكرين الموقف الشجاع، شكرين المناضل العقلي اللي يهدي في سبيل العلم. وبعد الشكر متمنين الهيكل يكون سليم البنية وأجل متبرع قصير المدى. عقلي ومنور طاروا نسمى بالفرحة حين نوصلوا من جواب. المنور طاح للقلب اسجد وضرب ركعتين، وعقلي جلال الحانوت اشرى وضرب قرعتين. رجع لصاحبه وقال له: السلام عليكم. الآن قدر نموتها ني مرتاح البال. من جهة كرمي العين على أخوك. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. إذا شفتني نتدهشر أحرزني لا تقلبني السيارة. استغفر الله استغفر. أنا أصبحت ملك الأمة. لطيف 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 لطيف. وأنت الحارس المسؤول عليا، فهمت ولا؟ هيا. كانت بين عكلي ومنور مودة حلوة سكرة. عكلي رحمه الله وفته المنية ومات هدو 10 سنين فايتة، ورغم من هذا يعني من شق الموت باقي منور وافي محافظ على الرابطة وفي قلبه مازالت العلاقة حية. كانت ذمة الفعالية بينتهم وهي اللي متنت العقدة. والشكل الداخلي للجسم. أدرسنا كذلك الخلية والنسيج. سندرس اليوم الهيكل العظمي. وصلنا للعظم. الدرس يتناول إحصاء العظام، تصنيفهم وأجزاء البنية. الدرس هذا تابع علم العظام يعني الأوستيولوجي، سهل بسيط في محتواه وقصير، ولكن مدرستنا تعطيه أهمية خاصة بحيث في كسبها كمواد بيداغوجي هيكل عظمي إنساني حقيقي. رحمه الله.
درسنا يكتسي من هذا الجانب أهمية بالغة، حيث لنا شيء فريد في نوعه. من جانب آخر، السي منور بواب المدرسة، نعم السي منور المحترم، هو الذي سيأتي لنا عن قليل بالهيكل. كان البواب الصديق العزيز للمرحوم، واصبح اليوم الحارس الضنين على بقايا الصديق. السي منور معروف لدى الجميع، ويتميز بتعبيره بطريقة حارة في السرد، يعني الرواء على وقائع عكري. نعتبر إذن أن في فائدتنا اللزم بقدر ما هو ممكن على السي منور البواب يجلس معنا ويشاركنا الدرس. الهدف من وراء هذا نجعل من الضيف يتكلم منا على الطباخ، بمعنى آخر أي يلبس الهيكل الذي كان له الصديق العزيز بالأمس. قادر كلام البواب يخذ ثقل بداغوجي لدرسنا، كما قادر يفيدكم، نعم يفيدكم في مادة من المادات التعليمية الأخرى. إذن نشدوا معنا السي منور، نتحايل معاه باش يتكلم، ولكن بصفة ذكية ومحترمة في نفس الوقت، ولا بصفة فوضوية. فهم؟ نعم. قلت درسنا اليوم على الهيكل العظمي. أهلا بك يا سيدي. مساء الخير. مساء الخير يا وليد العتيب. مساء الخير. مساء الخير. سنور سنور سنور. ها هو مغلف مسطور كيما قال الشريعة، هيكل عمكم عكلي رحمه الله. قراو عليه واستنفعوا يا وليداتي، راه تستنفع منكم البلاد. اسمحي لي ناخذ كريسين بلا عليه الغلاف المسكين. اتفضل. يا عكلي خويا بسم الله في كلنا في رحمه. راشل السين يا وليدتي. وهذا يا سي منور، هذا واش هذا؟ محزم الحرفة. طابلية تاع المرحوم يا ودي، هذا ما خلاه في التريكة. يلبسها له للسطرة يا بنيتي، هاو السطرة مليحة، الدواء راه عندكم خلطة. نقلعوها يا هيا، نقلعوها يا لا نقلعوها. مادام في إطار التكوين نقلعوها. حتى هو عندي ما يقول لا حيا في العلم. ها هو حجر عريان. راني نجي نديه بعد ما تكملوا الدرس. ياه يا وليداتي قربوه قد ما تحبوا، لكن جبت لكم ربي ما تمسوش برك. ياه بعد ما تكملي الدرس بعتي لي العرج بنديه في النمسي الغالي، هكذا نبرم له ودنيه مع الطريق على الدخان اللي راه الشربه. واش هذا؟ حاسبني ما شفتكش. ياه ياه كي كنت تدرق ورا الشجره قاعد على الرصيف. ياه يا سيدي داير فرع على فرع وينفر ديك مي في قارو طوال منه. على الشيطان يا وليدي، على الشيطان. اي الله يعاونك يا بني. سيبنا ورا سيبنا ورا سيبنا ورا سيبنا ورا. واش كاينه؟ نودي لي مظاهرة ولا ايه؟ هو انتوما راكم باغيين تلعبوا لي بخبزتي وقيلة. سبحان الله، مدير في الحوشي دول وانتوما نودي لي الحيحايه. واش كاين؟ ايه
طالبين منك يا سي منور تبقى معاهم شوية في القسم يعني وتحكي لهم شوية على صديقك سي عكلي. يا وليدي ما يديروا هذه عفسة الأساتذة يدمروهم يا وما يديروها بالعالي وجبروا السبال باش ما يقرأوا سبال كيف يدير معكم ظروفهم نتكلموا بزوجنا على الهيكل أنا على العظام ونتعلى من تنحى منهم يعني الإنسان إذا ما خفش ربي يكذبني حتى أنت مشيتهم لا لو تخرج يديروا ضجة ويتغلبوا عليا أواه أنت كاع ما يتغلبوش عليك يا معلمة هنا عرفوا بعضنا بعض المرحوم وصي على العلم ثم العلم وأنا ما عندي ما نجي في هذا الميدان هادو ما زالهم صغار ومشي عاديين برك انسر حوسي منور يروح لشغالو شفت ما حبوش كل شي من تحتك يا معلمة ياه انسر حوسي منور انت ينطلع يديك للسماء وعلى هنا ماشي نخدم في السماء ولا هاي سرحوسي منور نعتي الباب ايه لوم ما تندب لي بيد القط خليتها عند الباب الكبير واقفة وطلع على خمس دقائق ونولي ضروب تحسبني درتها بالعالي وتقول لي ساعدي في يدي ما تخافش نتكلم معها ونفهمها نقولها بلي ساعتنا في الدرس هاودي هاتي في وجهك لا تقول شي يا معلمة على خاطر شي تحبك ايه تحبك بزاف لكن انا من بعد خرجها فيا شوفي كيفاش راه واقفة عند الباب شوف كل جندي عصبة معوجي على راسها ودارك على الخزران ليلى سكت تضحكي انت يا ليندا الجعبوري يا غير ما تبانيش لخالتك ماما راني نقول لك مازال فيك الحلفة انت هيا واش بغيتيني نحكي على الهيكل احكي لنا على صديقك السي عكلي قدموا لنا بعد سي عكلي مزغان المرحوم مسيود في 1920 بقرب برج النيل اقترب وهو في عمره 20 سنه رجع للبلاد في سنه 1946 بعد ما زوجو في المال ومواليه في نفس السنة ارفد مرتاه وخرج على والديه أدخل يخدم كمساعد طباخ في هذه المدرسة في ذلك المدة خدم فترة طويلة حتى 1959 ونسجن المخلوق حتى 1962 حينما تحكم مرتاه وولاده رجعوا لبرج النايل مرتاه الله يرحمها ماتت في 1961 ولادها كبروا تبارك الله وقاعدوا عايشين مع جدهم لجيته هو ما عاودش تزوج وين بعد الاستقلال رجع على هذه المدرسة يخدم يتسمى يا وليدتي هو اللي حل من جديد الداخلية في الايام الاولين ما كانش كاين المال عاد دخل على التلاميذ غير لوبيا عدس خبيز ومقارون أنا ولدتي عرفته وتحبيت معه في ذيك الفترة نهار الأول نبهني المسكين شفني دهشان هاد كي خارج من البادية قال لي سي محمد المطرق دير على الدراع هكذا خليه معلق في القايد ولص مصري لا تحك باش عبدك الراعي أخويا فرق تخلع الدراري راك حر اليوم تنعم أخويا تنعم ياك هكذا يا سي عكلي يا ايوا تبقى على خير تفضل يا سي منور تفضل رياح نعم يا سي منور ها هي الطاوله وهو الكرسي تفضل غايه والله لا غايه هذا هو خل 14 المعلمة واقفة والبواب قاعد يا ولو تدخل ماما وتصيبني في هذه القعدة ليمين لا تضرب علي زغريتها وتقول لي هزيتني في المصروف ما دفلتك في الخلفة يا ابن
الذي يحمي الأجزاء الداخلية الرخوة فعظام الرأس تحيط بالدماغ وتحميه، والقفص الصدري يحمي القلب والرئتين. الهيكل العظمي فيه 206 أعضاء بالجملة. صحيح 206. صحيح، هذا حاسبهم كيفاش؟ هات كتاب الطب، هات كتاب سيكم الهاودي كتاب. هات 206 اخويا، ها من اللي بدا الدرس وانت تفتل في شعير هذاك مالك. هات 206 برك. يقرني عليهم ساعة لساعة، يجمع على الصهرة كتوب كتوب وعظام البقري ويفهمني باش نعرف من بعد كيفاش نركبه. اي في الحق ما نشفاش على الاسامي كلها، خلي قريني بالفرنساوية. نشفى على الراديوس كوبيتوس. هادو كانوا يخرجوا من فم واحد الكفرية. ايه كان يفهمني مليح ويعرف يكرر. شفا مليح منور خويا، 206. تعدت ماما مني تشوفه جاي لعندي تقول لي هارا قاصد عندك 206 صاحبك. في الحق لو بداتي 206 ما كتبش. نهار اللي مشيت نخرج حبيبي من القبر حسبتهم واحد بواحد، تلفوا لي ثلاثه من المشط اليد. بقيت ندور في القبر ونحوس هدركي اللي كان معايا وهدر نخطف المسكين. شافني غير ندير في القفة ونحط اللر ونعاود نرد في القفة، قال لي واش راك دير؟ خاف ربك اخويا. قلت له ودي راه خاصني ثلاثة باش نقفل 206 اخويا، كان مرحوم بوصية. فت راس صاحبي انفضته من التراب وقبلت عليه وقال المرحوم موصي هدرك حتى ما تودوها. بعد على القبر نجاور حاتم راسه وقال لي انت اذا وصلت صحيح عند سيدنا عزرين غير دير وعده للجنون. قال لي الحم ما ندورش بيه على 6 ايام ولا 7. ما تخافش اخويا ما تخافش، راني والف بالعظام انا. ما بغيتش نكثر معاه الهضره. شفتك اللي خاف مني شد في الشاهد بيد وداير على الجوال المسدس اليد الاخرى. من ما نرفد عظم ونمسحه يبدا يلطف. يا بنيه لميت صاحبي مقفول 206 عظام في القفة وقلت له الدركي هيا سيدي بسم الله عايرني. وقال لي والحمد لله لعلي رصدينا خاصين من المقابرة. انا نفد القفة بيد ونجرجر في الدركي باليد الاخرى يسمي ويلطف المسكين قال ينعلقوها خدمة كاع. لا في الحق لو كان مدربينكم على هذه الخدمة. قال لي زيد كلمة عندكم. عند الخارجة زاد عساس الجبانة كمل على الضركي المسكين. شافها صفر قال لها جيب لك مويا تشرب. راي عندي قول لها في القبر تبرد. ولاية اخويا قول عندي هنا للبراكة وتكسل. ما تخافش راه فيها برد الحال، كسل وخلي ربي يدير ثويه. يشتمل الهيكل العظمي على ثلاث مناطق: عظام الراس، عظام الجذع، وعظام الاطراف. عظام الراس تشتمل على عظام الجمجمه وعظام الوجه. عظام الجمجمه تتالف من 8 عظام مسطحة تتصل مع بعضها بعضا بتضاريس دقيقة كأسنان المنشار، وتؤلف هذه العظام علبة عظمية صلبة مغلقة تقريبا تحمي الدماغ في داخلها. يسمى العظم الخلفي منها بالعظم الخفوي. قلتوا؟ نعم معلمة.
ايوا يا سي منور، كيفاش؟ كيفاش ايوا؟ راكي تجاوبي فيا، انا راني بفحتي لاباس وبخير على خير. لا يعني كيفاش بعد الجبان؟ ايه ليلة الاولى بايت وحدي مع هيكل صديقي، ماما هربت عند غاشيها، قالت يا منور خويا نخاف، نهار اللي تركب بصحيبك وتدير لجهة أخرى نولي، ها بالنية ابني تهكي ما كان مفهمني، ركب تهكي ما راكم تشوفوا فيه ومشيت نرد ماما. في الأيام الأولين حتى أنا خفت، أقول لكم الصح، اسمح لي يا سي عقلي عمري ما كذبت عليكم. يا ابن عمي ويا ابن عمي خزرتها شعة حوا في الظلمة. زياد مصايب باش نتونس، كنت كل ليلة نقرأ عليه صورة الأعراف. صورة الأعراف تصورها؟ لا. صورة الأعراف حتى هي فيها 206 آيات. نعم. كل عظم نجيب عليه آية. نسابي جاوا يشوفوا الحية اللي خرجت عليها ماما. قلت لهم تفضلوا دخلوا تريحوا تشربوا قهوة. دخلوا ما؟ دخلوا نقدم لكم صديقي. راه واقف تحت المالي وقاضي صالحة. دخلوا. قالوا لا غير من هنا نشربوا قهوة. من فم الباب ونركبوا. ايه ماما فهمت ورجعت لدارها غير وحدها. فكتبت الابعتلي بالعربية على حسب ما نعرف، كاين المرحوم خليني العنوان، جاوبني باللغة الامازيغية. صرت من يقرا هذه جواب طويل وخاتمه بآية قرآنية. فهمت من خلال هذوك السطور باللي غايده الحال ومعتبرنا انا وابنه مشركين. نعم مشركين. زيهم زيت ربي خداه المخلوقات. فهمتني مليح من الباب. جات واحد العام ما نقول ايه في العيد تزور خيها عندي. ضيفناها ثلاث ايام. لي جات ماشيه خلت لي العنوان وقالت لي اذا تحتاجوا هيكل عظمي تاع عمره اكتبوا لي انا واجدان والناس خويا. ماما قاعده تبكي وانا ما صرت ما نقولها. قلت لها ما كان لا تعذبي نفسك يا بنتي، ما كان لا راهم جايبين لنا هياكل البلاستيك من الخارج، ما كان لا. الايام الاولين كانت صعيبه عليا المهمه، ناس الحومة كلهم سمعوا وداري رجعت فوق. شحال من واحد جاني مضروض يسقسي على سيدي منور الجبار. الدراري يتشبطوا من شباك النافذة وانسى. هاي انسى ياه. كل دقيقة تجي وحدة تستخبر على ماما. خايتي قالوا عندك روحانية مسنس لا تحولت عليك. وماما هذاك غير الغريب المرحوم صاحب المنور، اذا بغيتي تشوفين عري لك عليه. وحده من دوك النساء جابت لي 50 عد. 50 ديفيز ديفيز ديفيز. وقالت لي جاب لك ربي اكري لي يد الميت البركش بها طعيمه ورد عليها. سيدي منور الجبار يتألف الوجه من 14 عظمة جميعها ثابتة ما عدا عظم الفك السفلي الذي تنغرس فيه الأسنان السفلية. يتصل طرفان الفك السفلي مع العظمين الصدغيين بامتداد مستدير يدعى اللقمة. تمتد اللقمة والتجويف بشكل عرضي ومائل قليلا مما يسمح بحركات رفع وخفض للفك السفلي وبعض الحركات الجانبية. راس هنا عنده راس معمره الشراب وقرايا. اسمح لي يا سي عفلي أحبك ونحترمك يا وليداتي. تعلم يقرا وحده، تعلم يقرا وحده من ذاك العايش هجال يا ايباتي يفلي في الكتب. شوف هذا استاذ الجغرافيا. عاد يجي متعطل ويحصل فيا.
يقول التلاميذ شاد الناس يا منور بالهضره. انا شدها. اسمح لي يا سي منور، واش كنت تقول على عبدي؟ كنت نقول لك باللي سي عبدي يحب القرايه والعلم. يعرف يا عبد ماشي كيف عندي كان كلمه حلوم وفين يمين يقرقب كيسان ويتكلم مع العمال وخصائلهم التاريخيه. هنا ندوخ، انا ندوخ ويبانوا لي دوك العمال اللي رافدين الكره الارضيه. ربع نقرب له ونبقى نشرب في كلامه. في الليله منين نسامي ماما يقول لي صاحبك عاكل يشرب وانت تلصق فيك ريح الخمر ولا كيف؟ نزل نزل عليها نزل. ايه حسره كان شرب حلو. كان شرب حلو. لو زاد عاش عام ولا زوج كنت نطيح معاه في البليه مكان واحد. ايه واحد العام احتفلنا في الداخليه بعيد اول نوفمبر. سي عبدي دار لهم حلويات لذيذة. المدير عجباته الحلوى لا شعال ودا معاه حبيبات للدار. قال حبيبات وداها حبيبات للدار. منين جا خارج فشكر عبدي وسقساه كيف صنع الحلوى هذه. قال له شفتك ربي باش راكي مسقي الدواء. جاوب عبدي الحلوى راني مسقيها بمصهر اخويا وراسي مسقيه بماحيا. عظام الجدع يشمل هيكل الجدع العمود الفقري والقفص الصدري. العمود الفقري وهو سلسلة عظمية تمتد وسط الناحية الظهرية. من الخلف يرتكز الرأس على العمود الفقري كما تستند عليه الأضلاع وترتبط الأطراف. العمود الفقري يتألف من 33 وحدة عظمية معظمها متماثل في الشكل تدعى القفرات الفقرات. اسنور يا بنتي العظم الانفي هذا معوج شويه لا هذاك عوجو له في السجن هذاك يا كان ملامي يا بنتي ويحب وطنه هنا. شوف 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 الخباز هذا وين يوصل دروك ماما تحسب له السلعه خبزه والى خاصتك خبيزه يا الحوايج. المدير شفتي وين تشدي فيا؟ وين الريح؟ وين؟ يا قلنا لكم هو صيناكم ما تتوركوش على الحيطان. توسخوهم بس بعضياتكم راكم تنزلوا علينا بنجلو في كل شهر ولما تخرجوا من المدرسه خرجوا في نظام بلا زقا وبلا تعنيق في الدخله وفي الخرجه البنات على جهه والاولاد على جهه. راح معلمه. نعم معلمه نرجعوا للعلم. نرجعوا نعم. تفضلي. القفص الصدري وهو مجموعة من العظام تحيط بالقلب والرئتين لحمايتهما ويتكون من الفقرات الظهرية من الخلف عظم القفص والأضلاع. في الأضلاع أولا أضلاع حقيقية وعددها 7 أزواج. ثانيا أضلاع كاذبة. يعلم الله. سبعة أضلاع كاذبة وعددها
زوجان. أحسنت زوجان. يا ودي هكا تاكل في فارها خفت على تلحق للسلميات لي فالون جاب ليدي لي فالون ايضا الاطراف اولا الطرف العلوي يد يد يا معلمه اليد كانت عند صديقي خرج الاعشاب خروف نصل من العظام ويركبها من جديد طرف الخور اللوبيا اللي طيبها ياكل الانسان عليها اصبع يد يد يا مالها منين يعري على القدره ويرمي الملح قولي عليه راه يزرع في القمر المقلى بها بزيتها تغلي يرفدها ويجري بها قولي عليه راه يرقص الروس منين يبكيه يده تبقى ماشيه جاياك الموجه اذا طولتي فيها شوفها يديك النعاس البيض هو التالي منين يفقسه تقولي عليه راه يقطف الورد اكلي خرج دب يديه يد اكلي صديقي عنصر يا معلمه الماكله غير بالريحه يعرف كيف حوالها اللي كانوا يخدموا معاه كانوا يحبوه ومحترمينه كانوا منظمهم بالسنتيمات ومعلموا لهم يخدموا بالسكات يقول لهم خدموا بريصانكم قبل ما ترفد اليد يفكر الراس يسمع على زوج كيلومات انا نخلع فيها انا واحد النهار قال لي دور ربح غدوان معتمد غادي يجيني للمطبخ يقول لي نديروا المرقاز والشوان افطور وحشاره من غور كيف عرفت عك يا خويا كيف عرفت لا شفت الجزار لقيت يجري يحوس على المعتمد وشميت فيه ريحه الشحم الغامل منين يجيني للمطبخ يتكلمني على المرقاز ولا راني موجدة بعد انت ما عليك غير تدبرني في مصاريك وكيما كان الحال كيما شمها وقعت نهار اخر منين مشينا نجيبو التسريح باش يخلوني نخرج العظام من الجبالة كنا نتكلمو مع مسؤول المقابر السيد قال له انا خاطيني وتقرع شمع اكلي الريحة وقال له مرتك كترت كبابة في الكفتة السيد انسى القضية اللي قصدنا عليها وبقى يسأل في عقلي كيف تندرس في ريا كيف طيب المحنشة الحوتة الكبيرة يجي فيها الرند ولا سعيطرة قرقع يجي في كعب غزال ولا في بقلاوة ماما ساعة على ساعة امين يجي عندي لطات تعطيه يدوق لها الماكلة تسقسيه واش خاصها فإذا تعطيه يدبر عليها منين ينبهها يقول لها مثلا ماما كترتي زعفران ولا اليوم شريتي بلحم العنز ياه يغيدها الحال ماما وتقول له روح راك مزنزنها اليوم ولدها مسخان روح يديه كانوا خشان على حساب القامه نتاعه لكن قادر يقعد شهر مع اختها بعد الثوره المسلحه كان يصنع قنابيل كان دير الخيط مع واحد الشاب يخدم في المخبر
يجيب لها السلعة. يحكي المسكين واحد المرة صنع قنبلة غير صغيرة وغلف عليها مقشور ولاد الدجاج كأنها حبة بيض مغلية. بعد ما حكالي أطلب منه يوريني كيف تصنع القنابل. هاكلي هاكلي خويا وعلمني علمني لعلا. قال لي لا اليوم راه وقت اخر نور خويا، اليوم راك مستقل، نعلمك تبني نعلمك تهدم. عفريت وشجاع يا معلمة، يا ما يخاف من الموت. الليلة يخرجت عمره المخلوق انكسر ما مات شهد له، وانا نقرا في البرد عليه مرة على مرة يفطم يقعد راسه ويوصيني نظام نظام شدهم بسلك النعاس ما يصديش من غير نيفي نيفي اللي معوش شوية كل شيء فيها صحيح. أمنور خويا هالعظام للعام للعام إذا صبت الطاقة ألف الهيكل مدام الهيكل اللي فيه مدام تنزاد لك في الحسنات. شجاع شجاع ماما ماما تبكي هو يصبر. يتصل الطرفان العلويان بالجدة بواسطة قسم ثابت يدعى الحزام الكتفي، وهو يتألف من عظمين، أولا لوح الكتف، ثانيا الترقوة. أما القسم المتحرك من الطرف العلوي فيتألف من ثلاث أقسام، أولا العضد النوار فيه عظم واحد اللقاء، ثانيا الساعد فيه عظمين هما السند من الخلف والكابورا من الأمام. اليد تتألف من ثلاث أقسام، المعصم فيه ثمن عظام قصيرة، المشط فيه خمس عظام طويلة مدورة، الأصابع عددها خمسة هذا معروف، ولكن الأصابع ثلاث سلميات ما عدا الإبهام فيتألف من زوج سلميات. شوف 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 هذا مو نشاط ثقافي يوصل قبل الوقت باش يقصر شوية مع حورية نتاعنا يقصر مع النشاط الثقافي والنشاط النقابي والنشاط الغرامي. الغرامي يا سي منور. كنت نقول لك باللي سي عكلي كان زهواني وديما متفائل. اذا تسمحي لي نروح نضربك لشغالي خمسي فؤاد راه نحسن يتاوب هذا ماشي اللي قلت لك على الطاوله اليوم هذا. وماما خافه تعبس على الناقوس قبل الوقت. لما تكملي هيكل الطباخ صديقي بعثي لي العرش بالنفا نجي نديه قبل ما تخرج منها الروح ناض واكلي بحماس. اخدم العلم يا منور وسب اللي تقدر عليه. قبل ما يلقف
قال لي منور العين ما منور. لما ينتشر العين في بلادنا يتملكوا فيه الخدامين البسطاء قرينك وقريني، لما يعودوا يتصرفوا به في عملهم في حياتهم اليومية، ذاك الوقت منور بلادنا تحصل على استقلال ثاني. ذاك الوقت شعبنا تخلص من المشاكل، كل هاد المشاكل. جسدي يا منور هديه في سبيل هاد الهدف العالي. رحمه الله راجل صاحب الموقف والنظرة البعيدة. سمحوا لي، نزل لي ماما كيف ندير باش نسلك منها. قراو يا بلدتي. طبار خير. جلول الفهيمي يقيم ويآمن بالكثير في العدالة الاجتماعية، يحب وطنه بجهد وإخلاص، وبتمني بلاده تتنمى بسرعة وتزدهر فيها حياة الأغلبية. جلول الفهيمي بدي يدرس بمرال القرينه، يوقف حزم الشده، يساهم كل ما يقدر عليه هذ الغبينه، دقيق في الصلاه، دقيق في الخطا، ولكن بيهضه عصبي ياك انا تتخلف عليه النفاسه ويزعف ويخسر. زوج ولادو يحبوا ويقادروا، يعرفوا يضحكوا، يعرفوا كيف يتصرفوا معاه، يوقروه ويسايسوه، عارفينه حنين كريم، يرشدهم الطريق المفيد. أين ما يرفع صوته بدرجة كلهم يسكتوا، يحطوا عينيهم ويخلوا يخرز زعفو، ولو يكسر ضمسي ولا يضرب قوة على المائدة. لما يبرد من الزعافة الزهرة مرفوض عنه ويقول أولادها يا أبواكم جلوه عاديل ويمع على الحق. يا مرساكم تشبهونه وباش تغير الجو تزيد بالضحكة. لو ما انا مغبنا ومصايبهم يا نوره باكم ايمان ولا شخصيه كبيره في العاصمه. جلول الفهيمي يعرف يتكلم مع اولاده، عم ربيهم على الصواب، خالص فيهم حب العمل الجيد، الحنان، الكرامه، التواضع والحشمه. لما يتكلم لهم على السياسة والأمور الكبيرة يعرف يعبر على حساب وعيهم ومعرفتهم، ولما يحاشي الصغيرة فيهم على السيد عالي ورأس الغول يعرف يلبس الحديث ويضرب المثل بالحياة اليومية. السيد علي جعله ناقش على سيفه أبعاد المهمة اللي كان يطالب من أجلها في سبيل الله مع الفقراء والمساكين لتحطيم الخرافة ورفع كرامة الإنسان. حديد وان اللي يقولوا عليه طاح في القدر ما بان، مسميه جلول حديد وان يان كان في إطمام الشجاع. والغولة اللي تصارع معها جعلها جلول تطلق من فمها النابالم وتطمع الناس بالقراوس. جلول الفهيمي يعرف يتحمل المشاكل، يغير على جيرانه وكذلك، لكن يهبط فيهم. عصبي يتقنى تتخلف عليه النفسه ويزعف ويخسر. جيرانه عارفين هذا وقبل ما يشاوروه حتى يسالوا الزهره مرتو إذا كان صحي ولا مغيم، كلهم عارفين بلي ولو عصبي يقرأ لي قشش ولا يسب لا ما يحلل. لما واحد فيهم يسهى ينتهي الكلام ويكفر الحكومة جنوني يقفز قفزة واحدة يبلغ عينيه ويرزنوه بالكلام السريع كل يتقى فيه بالرشاش ويقول له أيلا اسمع لي يا حبيب النبى كانت عديد الحد يا مسيح. احنا في الدار الديمقراطية كاينة صح ولكن الديمقراطية اللي متفاهمين عليها في دارنا
تختلف على بعض الديمقراطيات الأخرى. حرية التعبير في دارنا يعني التعبير الذاتي، ما فيه لا عيب لا معايير ولا كفير. الديمقراطية احنا عندنا فيها التحليل الذكي والموقف الصلب الإيجابي. إذا بغيت تعاير الحكومة بهذه الصفة هود لي البلاد، فهمت ولا؟ احترام صحاب المال، هود لي البلاد، احترام صحاب المال. شحال لي شحال من مقال هاد الهضرة هادي؟ جلول الفايني عارف يخدم بيديه، يعرف يسكر الضو التلفازة والثلاجة، يعرف يتسوق كذلك. نعم يمزح مع مرخصة ويقول له أخويا أعطيني كيلو من هذه، ولكن ما تزليش من ديك الخضرة الشابة اللي راك مزوق بها الوجه. اسمع اسمع هذيك خليها كما هي، توالو يفوت شي أجنبي باش ما يضحكش علينا صاحبي. انا اعطيني من ديك اللي راك دايرها في الكفا. نعم ديك اللي حبه خامجه وحبه خضراء. جلول فهمي عفريت عفريت في الدار. دانا 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 عنده تجربه صحيحه بالدالة. اذا وصل على دالة فوضويه مخبله كلمتين ثلاثه يصوبها، يتقدم يرفع صوته ويقوم يا الخوا يا الخوا يا الخوا يا الخوا سمحوا لي يا الخوا نديروا صفحة عسكري جميلة. الخوا الشي سهل، احنا قادرين عليه. اذا تنظمنا على الغاية كل واحد منا يبع 10 دقائق، واذا في كل يوم نبع 10 دقائق من وعشر دقائق من وعشر دقائق من، في شهر نربح ساعة، في عام نربح 12 يوم، في 30 سنة نربح عام كله. لما ياخذ الحبيلة جلول وقت الزحام يعرف يطبق جسده يقطع النفس باش ما ياخدش من حق الاخرين، يعرف ياخد الكلمة في الاجتماعات النقابية ويركز على الصحيح والمبدا، ولكن فيه ضحفة عصبي يقلع تتغلب عليه النفسة ويزعب ويخسرها. عصبي يتقلق تتغلب عليه النفسة يزعب ويخسرها. في العطلة الصيفية أيوة يدي جلول الزهرة مرتاح وولاده للبحر يفجوا. البحر هاي 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 يديهم مرة فريدة من الفجر للعشاء، حين ما يوصلوا على شط البحر يسقم لهم الحطة. أفهمش ابن العين بربعك صب وحايك الزهراء أيوة يصوب لهم قاعدة فيها الضل ملوكية. يعرف جلول يتكلم مع سائق التاكسي، يعرف يفتح مع الطريق الهضره ويقول له راهم حاكينكم كما الا حاكينكم، عاطينكم هاد السياره الصغار ضيقين ما يكونوش الغاشي. انتم اصحاب الطاكسيات راكم تفيدوا اكثر من حافلات الحكومه، انتم اصحاب الطاكسيات راكم تركبوا وتنزلوا كل 20 متر. انتم اصحاب الطاكسيات لو كان الحكومة تعطيكم كوا من الغنم ديروا الطاكسيات هكا تفيدوا المصلحة العامة أكثر. نعم والله يعرف يتكلم جلول ولكن فيه دار عصبي يتقلى تتقلب عليه النفسة يسعف ويخسرها. جلول الفهيمي يروح يسحب وثيقة من الإدارة، يعرف يحيي موظفين الدولة، يعرف يتفرج فيهم ويخليهم يخدموا على غرونهم، يعرف يميز من اللي فيهم مكاتف ومن اللي بلاش، من اللي فيهم مكلف ومن اللي صليب. شخصك إذا رجال الشرطة وقفوا جلول في الطريق في إطار حملة من الحملات النظافة، يعرف جلول يعرف يجبد بطاقة التعريف هكذا، بطاقة المهنية هكذا، بطاقة الانتخابات هكذا، الدفتر النقابي هكذا، الدفتر هكذا. يعرف يتكلم بأدب مع الشرطي ولكن فيه ضعف.
ما يعرفش يركب بسرعه في السياره الزرقاء، يحتار دائما في الدرجه الاولى بحيث عصبي يتقلى تتغلب عليه النفسه يتعصب ويتخضر. جنون الفهيمي يا عرف يتكلم على الدين وعلى القيم الخلقيه والانسانيه اللي فيه. قاري قاري على الدين وعلى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعرف جنون ويعرف جلول كيفاش يفسر لولادو ويحذرهم من الميور الخطيره. دائما يقول لهم ديننا الحنيف دين الاسلام دين الكرامه دين المساواه دين العداله دين المشاوره دين التضامن مع الفقراء ولا دين العنف والغموض. يا عرب جلول يا عرب ولكن في ضعف عصبي يتقلى تتخلف عليه النفسه يزعف ويخسرها. جلول جلول تهيمي يعرف يحل الوضع، يعرف يشوف وضوح ما هو جاري في البلاد. كيفاش يعرف شحال يسوى مفتاح السكنة، شحال سوى قسمة أرض المينا، وبشحال راهم يتبادلوا نظام فرنسا. لكن حق الشاب كيف تنشق قلبه حب وكيف تتحول الجبال لما تنهز الكتاب. يعطيك الصحة أخويا يعطيك الصحة. شنو اللي فاهمي خاطب شوية منك يعرف كيف يتركب الخطاب الديماغوجي، حافظ الدستور وقاري الميتات الوطني بس يفيد يفيد اللي يحبسهم ويسقطهم ولكن في ضعف عصبي نعم يتقلى تتغلب عليه النفسة ويتعب ويخسرها. جلول هايمي العصبي خدام في مستشفى مدينة في الصيانة، خدمته ينظف ويسقم الأجهزة الطبية. هادو 20 عام من اللي بدا يعمل بالمؤسسة. في البداية داروا عند باب المستشفى بتكلف دخول وخروج الزوار، ولكن من داك عصبي ويخسرها على روحه وقفوا شحال من مرة أمام جلطة طاعة التأديب. كل ما يوقفوا يعقبوا يبدلوا من المصلحة اللي يكون فيها ويحطوه في مصلحة أخرى. هكذا جلول فهيمي يتنقل من باب الكبير إلى مصلحة استعجالة طبية، ثم إلى جناح أمراض القلب، ثم إلى جناح أمراض الدم، ثم إلى جناح أمراض توليدة، ثم لا 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 المستشفى شغالة، وجاء من جناح إلى جناح وحصل على دروس عديدة في المسافة المهنية، تجربة ورا تجربة تكون جلول، حصل على مرتبة مليحة. ثقني ثقني مختص بالصيانة الأجهزة الطبية. شنو الفهمين؟ خاطف شوية من الطب. نعم يعرف يدين البراء ويقرأ وصفة الطبيب، يعرف يخيط جرح الصليب، يعرف يلعب درس العقل، يعرف البوس الفيل، يعرف يقرأ الحشرة في الكيشية في الخلوة، بارز بالصيانة وتسليل الآلات في المستشفى. ولو عصبي كما راكم تقولوا ينقلها تتغلب عليه النرفاسة يزعل ويخسرها. عرف جلول من خلال المصايب العادية للعشر الخدمة عرف كيفاش يستفاد وعرف كيفاش يكون نفسه. جلول الفهمي سبع تابع مصلحة الطب الشرعي لعبد الجدد، يعني لامور. لا 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 لا. جلول الفهمي سمع متكلم بجهاز التبريد على مراقبة الأنابيب على مسقط الحرارة ومبدل الحرارة الزايدة، ساعة على ساعة يصلح محرك الضغط ولا الكهرباء. مهم يا سيدي بصفة عامة تبقى البيوت اللي حافظ المودة باردة منخفضة تحت الصفر ب 15 درجة في المستودع يعني كراج الموتى. جلول كل يستعقل بعيد الجامع مهدن، الموتى في قجورهم بوكم جامد ما يهولوش يا سيدي، والغسال ساكوت ما يدير بالوجوه ما يحكم رشوه.
في الجامع المثلج جلو كل يستعقل بعيد الملف الاداري اللي تابعوه تقيل، واذا زادت بلها يطرد من الخدمه وعالمينه بصفه رسميه. المصلحه هذه بابها يعطي خارج المستشفى، وبالنسبه لجلول اخر مصلحه يخدم فيها جلول فهمي بولاد ولادو وقريب يخرج في تقاعد. انا الفهمي ما نسواش، انا مكلبني الهم، انا من الحق اللي يسبوني، انا من الحق اللي يسميني جلول فضولي. لو كان جيت عايش في بلاد اخرى هنا، لو كان راهم سجنوني على طول العمر، لو كان راهم حكموا عليا بالاعدام، انا ما سواش. انا ثاني نقلي الصوت 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 صافي. وين وين الصوت؟ الله اكبر. هلا وسبوج هذه هي بالقلبوزه وبالزعطيك بالزعطيك. الصوت الصوت على الدار الكتاف اللي شنا بالمقعد والركايب. انا سهل السقلة في الفم، جلول فضولي بريا هاف عيشتي معايا فربطو جلول فصلو كتلو على مخليني حيدروك على عيا خيطوا لي فمي وقطعوا لي في تنشعو صوتها ابني عمي صوت. جلول المخلوق كان خدام غير هو الجثث والغسال، حتى هذا مشكل كان خدام في سكته برد العالة سيدي حتى طعلي هاد المشكل. هاد المشكل ما كانش متوقعه، كانت غادي تغلب على جلو النرفزه يسعى في خسرها باش ما يتقلقش ويتحكم في عصابه. مش يجري عند الغسال مزية مزية البيت انتعوك بحلولة، اتخلوا قاس على روحه تتواصمة وخرج يجري في السبيطار، يجري ويدور على جنيها خوف اللي خسرها ويطرد نهائي من خدمها. يجري يجري يا الفهمي جي انت اللي بغيت حد ما رغم عليك. شفت الفهمة وين توصل؟ أنا سهل الصوت أنا يا أنا سهل يحرشوا فيها ستة ولا سبعة سيان ناس يكونوا زرق 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 ومتان محلفين ومتحزنين كما ينبغي. أيوة تمك الصوت بعد ما يعيودوك خوتي ستة تطلبوا عليا الكلام خليهم يبشوني وين باقي الهضرة يعدو. انت فاهمني جلالة مالح وتبعتك المصيبة خطوة بخطوة. شفت وين يوصلوا العدالة الاجتماعية والطب المجاني؟ هيا اجري روك اجري اجري. صعيب سلول يا لطيف صعيب، ما يطلق حد لا اداري لا طبيب ولا عمل. اجري يا خويا على عقابك اجري. الناس تسرق في الدوار لحم كيسان قرع سكر قهوة ملاحة في الدم كل ما يتعقد وانت جايبها وراهم تنهي ودبس في الناس. هذا صباح تجري مصايب لين. اجري يا اخوي اجري اجري. روح يا جلول فهمي روح. الطب الناس علي لاجل ما طبعوا عليهم لاجل ما فهموها ملاح. خلي دار وعدك ثاني مازال ما فهمت مليح ومخشر راسك. طب المجانية المحوش راهم فاهمينها مليح ويعرفوا كيف يقصروا بيه. الفقاعة المشاكين هاودي يجري يجري. انا اسهل القريش انا من صبري قرصني وزرق لي الفخار. السبيطار هذاك اللي خلى لك باخ البارودي في التريكه هيك اسماء ثاني يوديع عاشور البارودي. اجري يا سعد اجري. ربنا عمي ما طلعت حد يا اخويا كلب مرهوس. قولوني 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 جلول مسكين ويقين نفلت من عقله. هذه تاخر المرات وهو يفوت علينا طايب ويسب. يا وعدي وعدي واقي نفلت كيما راكي تقولي. يا عمري ولا شفت جلول يجري؟ عمري ولا سمعت يسب؟ هو يتنرفص صح هذا معروف، ولكن ما يجري ما يسب.
يا يوسف صدره يا خيره اجا عند الوقفه وزهرت السبع واش نديرو يا عثمان نخلو الراجل هانج يجي وتوضا في السبيطار يا والله ما عرفت يا بنت الناس عندك جلو نفهم ايش اللي غادي يطقوك صبحا من واحد القهار هذا محال يا خيره يا قول نبقاو نتفرجوا ونخلو العديان يستشفاو فيه السفتي واستغفري جنو الفايمي يا خير لا يهملش كيفاش الراجل قدامه واصلين الودنيه وهو يقول لي نهبل هذا تفساشي نحنا غير في التفريجة يحسن عونه مسكيني نهبل يا السفتي واستغفري وقاعي نهبل ما يهمش راه مخلي وراه في هذا المستشفى صبحة يا مخلي تاريخ مصارنا كنا نديرو كيفك يا سي جنو نهبلو يا ما تغيش يا خيره والله ما تغيش يا برا تحب تخليها ما مشيت في حواله قول راك باغي يبدل شي حد نخلي لي تانا يا السفتي والصبري عندك ساعه بعدا ولا يبان لك جنون مجنون وراه متخنجر يا حسبتيه طبيبكم يجي واحد على الودن يموت يقلع عليه هو المره راه ولا يا الصبري نميزو شغل مليح قبل ما ناخذ موقف ربما هاد الجريه يا خيره راه دايرها عسل حيلة تكتيكية ربما لو ندخلوا خسروها عليه وربما كذلك يا رادة بعضها مجنون باش يكتاجم شي حاجة يا قول خلوه يجي وجنون يا خيرة والعبراج التدلي يا عبد يا جد لك ربي وجنون الفعل يزيد الرجال يطيح يا خيرة ضد الشعب ضد الطب المجاني عندي الحجاج نعم عندي الحجاج كاينه كمسه قليله في الاطباء والممرضين اللي يحبوا وطنهم وشعبهم واللي عندهم الضمير المهني يا قليل اللي يشوفهم المسكين الاغلبيه في الاطباء يتسموا قزادري فارق قزادري يا سي جلو قزادري يا ولا لا اختلفوا غير عشوية زدرية وحود حالفين ومنفرة بيوم البلاد والاخرين طالعين على باب الله قبل مجانية يا سيد هايمي ماشي فوضى لازم يتنظم ماذا بينا ننظموه ننظموه مع موليه اللي محتاجين ليه ننظموه بالجهار في النهار القهار انا يلقلي الصوت انا هذي الصوت ما ينفعش يبرهش سفود يعني سفود حمار جمرة وفيك يا بابا هل عندك الحجاج يا اللي عند الحجاج ما عندها لا يجري اي هاجري دروسي هلو شفتي يا قلت لك راه داير برنامج سمعتي يتكلم عن الحجاج يعني حسب الجرية هذه ما تكون غير عرسة كبيرة كبيرة وإذا ما خدش ربي يكذبني يا العرسة هذه يا ابني من اللي غادي تطلق لوزارة الصحة عفريت يا سي جنون عفريت شفتي كيف معولتك في الأرض يا الحجاج
الحجج خير الحجج. انا فعلا فرستلوش الكلام، لو كان جا في عقله كان يدخلنا معاه في الجريه ويفسر لنا. يا كان يتكلم معانا باللغز، ضربه الحجج هذه معناتها بعد ونقصكم الرش. لو كان محتاج الاعانه يطلبها شهر هاو سلو ما يخافش، وما تشويش على الاضراب اللي نظمه في النهار القهار ودا عليه شهرين. مسكين ديما يقول ديما في فمه كلمه الحق، ديما يقول الطب من اهم الوسائل في المجتمع، اذا بغيتوا تحسنوا الانتاج اعتنوا بالصحه. شوف يا عثمان خويا شوف شوف جلو المسكين راه يسير بالعرض من كل جهه طريق. هذاك ما يا خيرا ما شفتيش الجوبة والصباط كيف مشمقين؟ هاو العرق قاحك بعد يخرج من الصباط ولا؟ أنا فعلا تبهتلوش، كانت عيني تبعها عينه ونشوف مدعقلنا. يا عقلنا يا خيرا وهز راسه، انت باغي والله إلا باغي تهبي سيد بسيد، لو كان نهبل كرم بعد الإداريين قافزوا به وقتلوه يا حسرة. يا ودا العديان في السبيطار يا عثمان خويا، وفي الحق هو الحنين وهو السمجة. سينا كاع كيما رانا. خساره خساره تتغلب عليه النرفازه يزعف ويخسرها. يا في البدايه بداها عوجه. يا في البدايه بداها عوجه. يا كان غالي انا بس عليه خدام. عند الباب نتاع الدخول والخروج هانا بتخاصم معاه وحوت من ذوقني بيعود امهم. يا خيرا ويسرعها في المطرب العين. حييك يا اسماعيلي يا اصبر روحك يا تجري تغسل حتى وين كون يجري وقع في الكرسي بس تجري فكيفك الشعب تاخر منهم الشعب كله غا يجري غادي انت تسلت مرض ويجيبوك لعندنا صاحبي هيا نطلع في واسكعك اللي حاكمك شوف في الثانيه ضربوه في الديار. صابوه مدخل كراتين للمرضى، قالوا له راك تبيع وتشري راك داير لنا تراب عندو في السبيطار. قال لهم اضربني وبكى وسبقني وشتكى، جبت كراتين للمرضى مساكين دار فيهم الخير يا باش يفرشوهم يا لبارد عليهم. اجري يا الخايني جي انا ما عندك ما تحكي لي مستشفى ليك دير فيه اللي هوالك. حنا نزوقوه من برا ونغرسوا فيه الورد والباقي عليكم. لكن تقولوا بلي حنا مافيا وانتوما باغي نديروا الاشتراكيه كبيره ديروا اخويا دخلونا حنا فعليتنا وانتوما ديروا. سمعناكم تقولوا بلي حنا ناكلوا يا سيدي نديروا بلي حنا ناكلوا. اي انتم صراكم ديروا هذه ديروا 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 انت الفاهمي جهنم وقلي فيك اخويا انت قطعوا لك راسك هاك وهاك 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 وقلي اجري اجري يا فسال تكبرها يا ويدي فيها شهر وثلاث ايام من حساب. هيا ما سمعت يقولوا باللي الملف الاداري تاعو يوزن 5 كيلو للسرقه. يا خلاف راني نخمم كيفاش هذا ما طردوش. خيرك يا هبلت يطردوه يا اهله ويغلطوا ويطردوه يا المستشفى ينقلب على دفاه والدم اللي رايسين هنا سواقي يا يولي يطوش ويسمع على 50 متر. في الثالثه البرايا ياك يا نعم يا التقرير اللي داره والساهل العمال احنا علقناه عندنا في المصلحه والباب. يا جايبها يا خيرا من الكافه تاع السبيطار وطلع بها غير للسطح يتكلم فيها على تكوين العمال الممرضين والاطباء فعل الاساتذه قال طيبوني تقرير فيهم اللي درس فعل البحث العلمي قال طحنوني طحنوني يا اخو يا ضعيف يا ضعيف وما عطيناش قيمه. المستشفى هذا غير كافي نظرا لعدد سكان المنطقة. واه عيب الأجنحة منفصلة على بعضها بعض ما يتعاملوا ما ينسقوا بيناتهم. كاين المصلحة اللي منظمة في المملكة فيها الملك والأمراء والحاشية الفوضى في التسيير وفي الدواء.
كاينش الخيط. الغدوة ليه ما كاينش اللي يضرب، والنهار الثالث باش يكملوا الباقي ما كاينش الماء، والعجميهم داري رايهم في العداوات الصيفيه. يا ويجيب فيها شهر وثلاث ايام. لا عيش الحايمه، رياح شويه تنفس تحور. لا مال خايب لحدا، واش قلتلك سي محمد يا خويا؟ المستشفى هنا معلوم، هنا راك تشوف دمومات، راك تشوف فينا ندمو في سياره الاسعاف. هذيك بالك ماشي رامبيرون. اسمح لي يا خويا اسمح لي. بلاش، واش خاصك دروك؟ اودي هاو راني مفقود، صاري لي في يدي يا خويا. وين نروح؟ واش من جهه ناخذ؟ هتلاقي مصاري نكتبوا معنا الصيانه نقول لصدري. هيا 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 سي محمد، سي محمد المستشفى يدخلوا له من هنا يا خويا. معلوم من هنا. أنا تشوف الشوطي ولا قدامك؟ هذا كرتون هذا؟ اسمح لي يا أخويا اسمح لي. معليش، واش خاصك؟ يا ودي جيت نداوي، طالب من الله يستر لي. كيفاش؟ هذيك راعي طار وراني حازم الصاد. ربح في يدي يا أخويا، ها شوف شوف شوف. غادي نشوف صباط حاجم الزيب حاجمني يا عمو ولا؟ الساعة ما كان حد، أطباء كلهم خرجوا. شوف. حط كرعك هنا، غادي نعطيك ورقة باش ما تودرلكش الفردة في سبيل الله. وغدوة إن شاء الله واللي بلا باش ما يشاطرش الجرح، دري عليه الحر منو دير فوق منها الخليع. أنا عجبني فراب عمي كان خدام بالليل. إيه. وحود. أيوا. جابوا عريس بتستم. أوه. قالوا راه عيان شوية. خاصات وبلا ما يتقعد اهنوا فعلوا لهم وصرعوا يستناوا في الجنبيضة. يا عبنا الخويا نبال تشوف يخرجهم يتوغوا وجابوا راهم وخرجهم الصبيضة وقال لهم يا روحوا يا جهاد، يا جهاد في العلم ماشي في المرأة. في هذا الديار يا خمسة يا خير الخمسة. تشتت أخوة تعرف الخلاني درعي ها فهموا بعض عمي بعض ها روحي ما روحي ما خبر الناس يا الخمسة من قبل المرأة عند باب نصلحة أمراض التوليد. كان يا سيدي مخرج من اه قرعه الاكسجين، شاف المراه طاحت وطاح منها المسدود وما قرع على الباب طاحت على الزجاج كسرتها. خيره خيره مسال للعين ويجبد الموس يقطع السره وخذ الصبي من رجليه كل قنينه وطلع يجري بيه. لما وقفوا امام لجنه الطاعه للتاديب قال لهم يا ودي الزهره مرتي انا اللي قبتها في الثلاثه الاولين، والمراه هذه اللي تزين عند باب العياده عيب يا راجل هذا والي يا ما عندها اللي يقوم بها. يا ويجي في هذه الايام على الزجاج اللي كسرها. شوف شوف يا عدنان خويا، جنون راهي بان لي عيان وزجاج في درعيه، وهذه الجريانه فيها حتى عسى. شوف كي عيا شوف. الله جنون ما يعياش. عيان نحكوا ونشوف. يا همدي يا راه همدي، اذا تنجري ورا جنون ندرك على السبيطار يا حال نجري وراه. انا خويا نجري مع جنون. ايوا. واللي فيها فيها. ابعد انت هنا تتفرج في الشايه. هيا لا لا المحامية تغلب كاع نجري ورا جنون. أنا الظالم قولوني طحنوني طيبوني قطعوني. إيه وجبكم ليا؟ سمحتوا في خدمتكم وجايبكم معايا؟ خلوني غير على بزاف ولو 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 خدمتكم. على كل حال راني قريب نكمل، نزيد دورة زوج ولا حبست ولو؟ يا ودي حنا رانا مكملين الخدمة يا سي جنون. جينا نساندوك يا سي جنون. سي جنون يا على حساب هذه الجريه والتحزيمه راك تحضر في روحك باش تشارك في مسابقه الحزم. يا هاودي راني جرب في هذه العبسه باش نتحكم في عصابي باش ما نخسرش. ايوا شتي انا لو تتوغي هجروا جنون هجروا ما انا هجروا
قلت له جلول مضعور وشارب عقلها خيره. الحمد لله على السلامة. الله يحمد رايك. لا منين هكذا؟ هيا خلينا نجلو معاك نونسوك بعدا. احكي لنا واش صاير لك يا سي جلول؟ فاجي على عمرك رانا معاك. اجل مليح نتيجلك. احكي لنا ربما استفادوا من كلامك. احكي ودي معاكم ما تستفادوا. هذه غير نرفزه راني صبن فيها بكر عيال نعرقها ونرجع نخدم في هذا مكان. دوروا دوروا من هنا على مخبر المركزي. دوروا دوروا اسمعوا جناح امراض بوليه فوتوا من الله. الخدامين والمرضى كلهم راهم برا يستناو فيها نفوت باش يسجعوني ويصفقوا ليا. نتمنى لك ان شاء الله تنجح في هذا الجريه يا سي جلول. انا وراسك يا سي جلول غير اشتهد وتغلب على النرفازة. كي وراك تشفني منين تخسرها وتبدي في جنابك بالثمانية من 15 يوم غير تهدر. وإذا بغيتنا نجيو معاك كاع الليل حنا واجدين. جينا مع الخويا بحال هكا. فرغ فرغ يا جلول ترتاح فرغ. كنت خدام داخل المصلحة عند الموتى حال بيت البرد الكبيرة بيت القجورة. كنت ننظف الأنابيب ساعة لساعة التلج يغلف عليهم الماء في داخلهم يولي كيل جليد قاسح ويحصلهم. هبني أنا وحدي من جهة نخدم بالمطرقة وعباس الغسال كذلك وحده من الجهة الأخرى في البيت متاعه يجود. فصلنا بيناتنا سقيفة. عباس يجود وينقي في الرخامة اللي يخدم عليها أنا نضرب بالميثاقة. تنشوف واحد السيد خارج من الضباب اخضر معظم وعريان كيما جابتها امه ومعظران عظمة الله القهار. كشت تلفت علي الشهادة. انا نحوس على الشهادة في راسي هو الكلام متغلب عليا وفايد من فمي ويتغير في الراغ ما حاسي ما نقول. والسيد راه يشوف فيا. انا نحوس على الشهادة في راسي ونقول الحمد لله رانا غايره مجابينا المسار وخارج. خفت قلت لو كان يمسني للضربه بالمثلقه. هو يشوف فيا وانا اشوف فيه ويحل في عينيه وانا نخوص فيه. طاحت علي الشهاده قلت له قرب يطيحوا في النيكو. قلت اظهر عباس معني نهضر. حبست التجويد وسقساني من بغيت من بعيد. قلت له واحد من هذوك اللي بلاد خسر راه باغي يخرج. كليت راس حبة وكليت شويه حلو. خليته يلعب غفلته غير بشويه وخرجت نجري. بلحت من ورايا الباب قهوة يطبطب ويلغى سيدنا عاصرين والمطرقة. أودي أرواح نحكي لك على جواز سفر أرواح. خرجت نجري وبقيت ندور بالتجميعة. إنعاش مرض عقلية مرض بولية ما عدا ما عييت نسأل مالكم شغالتين في الموتى نتاعكم نتوما ولا مالكم شغالتين في الموتى نتاعكم؟ نو مواتنا حنا كلهم مسجلين. زياد لقيت مع زينة الممرضة قالت لي يا جلول خويا مصلحتنا راها مقلوبه وعد السيد ميت هادو يومين ولا حاسبين هلاكت تبدا يريح ومريض اخر رانا مسجلين هنيت مزيه راهي يقول لهم يجيبوا الميت ويجدوا الحياه اللي بالعالي في رامهم راهي راهي. هاطراني قالت هبني مشات تجري وتندب في حنوكها. قلت لها امزيا قصورة كانوا عاملين وخلوه برا عند فم الباب فوق الزليج يا كان يروح ما يوليش. وليت انا للمصلحة نص ساعة من بعد تخلطت الدعوة. بعد ديك البطحة اللي عند الباب كي الصوب جابوا الميت وجاوا يجروا الاطباء. السيد اللي داخل لامورك بلع على روحه بالذكرهم الدخلاني وقال لهم ما نخرجش بلا عصرين جيبوا لي عصرين. جات امه عجوز كبيره قالت اعطوني وليدي نديه ندفنه. عاودي قلنا لا راح حي وليدك. قالت لنا ايه اقعد حي في القلوب المسكين اجرانا واجراكم ادوا ان شاء الله ندفنوك. هاك واعد كلهم عندي. هبا انا الطبيب
وهشهادة الوفاة مصحوبة بالبلدية. هاتوني وليدي أمالي كلهم جاوا للدفينة، والسيد ولدها مازال يطبطب ويغار، والناس تسقسي عريان عريان. ايه جامد جامد ما يدفعي اللحية ولا والو. واد قال الحمد لله اللي رمي حياة والموتة في بلادنا. واحد قال الفايمي الفايمي هو اللي اختبى للموتى وقال لهم نديروا جنة في بلادنا. لاقوا الناس الميت نتاع الصح، خابوا ميتهم برا في البطحة، نصهم يسب ونصهم يتوب. العجوز ومت الاخر وين ما نروح تبدع فيا شدتني منكم متأكد. أرواح تاكل هذا الليلة طعيمة للحسنة، رانا دايرين الطلبة أرواح تقصر. نعت لك الدار سهلة، تحسين البخاري، البخاري اللي يخدم في المرسى التالي في الناس يوري لك. أطباء يسألوا كيف داير مجنون، وزينة تقول كسروا الباب كسروا الباب. عائلة الميت اللي قاعد برا نصهم يفل ونصهم يحوس على الغسال، والسيد اللي داخل الأمور مازال يطبطب ويلغى ما نخرج. خدمت حقي بركاني ما خلوني نرتاح ابن عمي. دعوة ملوكية هنا، دعوة نظيفة ايه، والهاز اللي جه قد والشعب هاني مرتاح ها، ياكلهم سلطة ونقيلي في برد الحال ما خرج. لحقوا حود وفرعنا قبي والخالية بعدهم الشرطة، لحقوا بعدهم وحود من الإدارة قوى الشعب. شرطي خرج من تحت حزام الخيزرانة وقال وين هو هاد الميت اللي داير طورة؟ بدات تطلع لي القرينة للراس. العجوز خرجت من تحت بطها الكفن وقالت لي هاك هاك باش تصر خيك بعد ما تغسله هاك. الشرطي هرع الميت وقال لها هذا انا عارفه هذا. المرضى بداوا يجوا بالزوج بالثلاثة، واحد منهم عيط لي من بعيد وقال لي عمي جلول فرجنا احل عليه الباب وخليه يخرج يا ابن عمي. يا فرجونا ما راكم دايرين لا تلفازة ولا السينما كي الناس، المحابيس راهم خيمة حنا يا ابن عمي، فرجونا سيدي. فرجونا يا سبيطاركم راهي شاف شاف. أليها أليها ما وليت نفرز والو، عيني ينقلبوا نسمع في العجوز تقول لي في الودن أمه اسمها حليمة وأبوه عدة. هاك هاك هذه ليك، قالت لي 100 ظروف في يدي. نسمع في الشرطة يقول تنظموا تنظموا وين هو هذا الميت نتاع الصح، وين هو الميت المزور. قص للعجوز دراهمها وانت طلعت نجري، خليت الدوام خبلة قاعد ما دخلوش فيها جماعة النقابة. قلت له عم بدل الهواء لا تفرى في روحي، فيها بساعات كنت هوا صحات فيا وانا ها هاني بالرجلوني كنتوا ما في مجابين هورايا. في مجابين هورايا خسارة عصابي خسارة مقلق خسارة تنفس. استمعوا إذا بغيتوا تزيدوا شنو؟ شنو؟ زيدوا شنو؟ وراكم بعون يا الفايمي العاقل روح روح يا جلول الله يعاونك. جلول الفايمي دقيق في السيره
وذا كيف الخطه المزية اللي تغلب في النهايه قال الضعف اللي كان فيه كان عصبي يتقلق تتغلب عليه النفاذه يزعل ويخسرها.